بالنسبه لي باقي الطرق الحمد لله الحاله جيده. في طبعا الاعمال الخاصه اللي هتتم في مناطق كوبري او مناطق شارع السودان في الجيزه هتبقى ايضا من الفتره الصباحيه من باكر من يوم الجمعه حتى تستمر لمده 3 اعوام لحد انتهاء من انشاء محطه مترو الكيكات ومحطه مترو السودان. فطبعا في معلومه لازم نطلعها مع الجميع ان طريق السودان شارع السودان مش هيتقفل بشكل كامل في الاتجاهين. طبعا طريق السودان محور من المحاور الهامه في الجيزه اللي طوله تقريبا 8 كيلو متر، فما صعب جدا ان احنا نقفله في الاتجاهين على مسافته بالكامل. هو منطقه التحويلات او المنطقه اللي هيتم فيها الاعمال ممكن اقولها لحضرتك بشكل سريع. اما طبعا ان احنا لمحطه مترو الكيكات هيتم غلق طريق السودان في قطاع بسيط وهو من ميدان الكيكات وحتى شارع السواح. المسافه دي تقريبا طولها 670 متر وايضا من شارع جلال الدين الحمامسي وحتى بدايه شارع الملكه زبيده. الملكه زبيده ده طبعا لانشاء محطه السودان ده تقريبا 330 متر. باقي طريق السودان بالكامل يعمل بشكل جيد ما فيهوش مشكله. طبعا خدمات الاداره العامه للمرور الجيزه هتبقى متواجده بتنسق مع الشركه المنفذه. هيتم تحويل المسارات في 17 شارع فرعي سواء هتبقى ذهاب فقط او عوده فقط لحين ذوق الحاره وعوده الطريق مره اخرى. هايل يا فندم.